والاعداد ليها وانتخابات برلمانيه وتحول ديمقراطي في مصر، كان يجب ان يكون هناك تتبع لهذه الاحداث في كل لحظه، وهي احداث متغيره ويبذل معها مجهود ضخم جدا الذي حق برفع هذه الاحداث. وبالتالي كانت لدينا مجموعه من الشباب، مجموعه من العاملين مؤمنين بفكره التواجد في قلب الاحداث لحظه بلحظه، والانفراد في الفيديو الخاص بالوطن موقعنا كان له اثر قوي جدا في ان احنا نتواجد على الساحه الاعلاميه. مؤمنين ان شاء الله ان احنا نتقدم ونرتقي، وان احنا نكون صوت كل مصري مؤمن بتحول مصر الى ميلاد جديد وتاريخ جديد يبدا مع الانتخابات الرئاسيه واختيار رئيس مصر الحالي. استاذ محمود، سؤال اخير ربما يكون ممكن اجابه مختصره، يعني هل مجموعه الشباب التي تعمل في هذا الموقع طبعا احنا عايز اقول ان احنا توجهنا السياسي تحت بند فقط واحد، هو مصر اولا وقبل كل شيء. يعني بنبني مصر، فكره البناء دون الهدم، فكره عدم العوده للماضي والتدليش اللي انا شايفه موجود في الساحه السياسيه، فكره قتل المنافس، فكره الاقصاء ان احنا احسن وغيرنا اوحش. احنا بنبني مصر، وبالتالي احنا موقع الوطن.